صباحكم الله بالخير. شرف لي الوقوف معكم في هذا الذكرى الثانية لمؤتمر تقرير بسيوني، وشرف لي أن أنا أقرأ ورقة المحامي محمد التاجر المنسق العام للمرصد البحريني لحقوق الإنسان. عندما استحقت مراجعة البحرين الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو 2012، كان على الدولة أن تكون شجاعة وتعترف بتقصيرها في 4 سنوات في الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وكانت بسيطة وتتركز في أمور تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها على منسوبيها، وتتعلق بتنفيذ إصلاحات تشريعية وحقوقية والتصديق على الاتفاقية الجماعية في مجال العمل لتضمن حرية تنقل العمال وحرية التنظيم النقابات وتنفيذ إصلاحات في مجال حماية الأسرة وحماية العمال الأجانب. وكان على البحرين الالتزام بضمان حرية التجمع والاعتصام والحق في التعبير عن الرأي وحرية العمل والتعليم والتنقل. الله يرحم والديكم، بس شوية هدوء حتى الآخرين يستمعون. شكرا جزيلا. كان عليها تعديل إطارها الدستوري والتشريعي ليتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان. كان عليها إنشاء مؤسسة وطنية وفقاً لمبادئ باريس. كان عليها التعاون مع آليات حقوق الإنسان وإقامة العدل وسيادة القانون ومنع سياسة الإفلات من العقاب. كان عليها أن تضمن المساواة وعدم التمييز وتضمن الحق في الحياة والحرية والصحة والتعليم والعمل والأمن. كان عليها أن تضمن حقوق أغلبية البحرينيين الذين عاملتهم كأقلية واعتدت على حريتهم في الدين والمعتقد وحاربتهم في تجمعاتهم وفي حياتهم العامة والخاصة. كان عليها ضمان حرية العيش بسلام وأمان. لقد أنكرت الدولة وجود هذه الانتهاكات وأنكرت قصورها التشريعي وضيقها بالحقوق السياسية، ولكن عندما حان موعد الاستحقاق نالت ما لم يناله غيرها من انتقادات قاسية وتوصيات قياسية. وهل وعت الدرس عندما سمعتها؟ كنا نعتقد أن جلسة تبني تقرير ستقوم على الأقل بالتعهد بشيء يخرجها من عزلتها ويحفظ ماء وجهها، ولكن هي استمرت في ذات الأسلوب الذي لم يعد يصلح في السياسات الدولية، وهو الإنكار والوعود الكاذبة. قلنا أن البحرين سباقة، وهي فعلا سباقة في كل جميل وقبيح وتعالجه بالتهديد والكذب والتلفيق. لذلك وثقت الجمعيات الحقوقية في البحرين حالة حقوق الإنسان ووضع تنفيذ تعهدات البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في العام 2008، وخرجت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية عن البحرين لتعطي صورة لما حدث ويحدث في البحرين من تجاوزات وانتهاكات. وقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرها، وقامت الدولة بإرسال تقاريرها الرسمية وعرضت لكل الدول 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وهذه الدول لها مصادرها الخاصة من سفاراتها في البحرين ومن المنظمات الحقوقية المختلفة ومن مشاوراتها واطلاعها. فالحق بين والباطل بين، ولا يمكن إخفاء السواد، خصوصاً أن تسليم التقارير كان في نوفمبر 2011، وكيف يمكن تبرير ما حدث في ذلك العام من جرائم وانتهاكات؟ بالتوازي جاء تقرير البحرين الرسمي والذي قدم في 21 مايو 2012، ولكنه لم يخرج عن الكلمات الإنشائية والتعابير اللغوية الفضفاضة ووعود من نوع سندرس، سنتخذ، سنصادق، سندرج، سنفعل، سنصدر، سنبحث، سنضع بعين الاعتبار. بينما الدول الأعضاء لديها مشاهداتها وتقاريرها الموثقة، ومن غير المعقول أن تجتمع أغلبية الدول على إدانة الدولة وتمطرها سيل من الأسئلة والانتقادات والتوصيات. حتى بلغت التوصيات آنذاك في أثناء المراجعة لملف البحرين 176، ثم ترجع الدولة وتقول أن وضع حقوق الإنسان فيها مقبول دولياً. والدول لم تبعد كثيراً في توصياتها، ولم تعتمد فقط على تقارير تلك المنظمات الحقوقية والمراقبين والدبلوماسيين والحقوقيين، فأخذت تقرير السيد شريف بسيوني، ونعتبره تقرير وطني ووثيقة رسمية قبلها ملك البحرين، وتناولت ما يقارب 45 من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الذي كان في 21 مايو 2012.
وفي مجال الحقوق الأساسية التي كفلتها الشرعة الدولية جاءت الكثير من التوصيات للحرص على وقف جميع أعمال الترهيب والقمع ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية. وفي مجال تدريب أجهزة إنفاذ القانون أوصلت العديد من الدول الغربية خصوصاً بمواصلة بناء مؤسسات وقدرات قوات الشرطة البحرينية لتعكس بإيجابية الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان وتعزيز الجهود لبناء قدرات أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين واتخاذ خطوات لوضع تشريعات وسياسات جديدة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين واحترام حقوق الإنسان وتكريس الإجراءات المعيارية بما كل شخص يقبض عليه بنسخة من الأمر بالقبض وبعدم احتجاز أي شخص في الحبس الانفرادي. وينبغي في جميع الأحوال رصد عمليات الاحتجاز كافة رصداً فعالاً من جانب هيئة مستقلة وإصلاح قوات الأمن وتزويدهم بأفضل القدرات والتدريب على حقوق الإنسان وتدريبهم على حظر التعذيب ومنع تكرار تلك الانتهاكات من خلال تعديل القوانين وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واحترام الإجراءات القانونية في شأن القبض وإبراز مذكرات التوقيف ووقف الإرهاب والاعتداء غير المبرر عند الاعتقال ومنع الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتحقيق دون محامي وتطوير المحاكمات بما يتناسب مع أصول المحاكمات الجنائية. أوصت الدول ببناء القدرات لقوات الشرطة وإنشاء جهاز شرطة أكثر تنوعاً والالتزام بحظر التعذيب والتحقيق في شكاوى التعذيب والقتل خارج القانون عن طريق هيئات مستقلة ومحايدة ومنع الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعالة وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة السجون وأماكن التوقيف وإنشاء وحدة خاصة دائمة ومستقلة لإجراء التحقيق في شكاوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وفي حالة الوفاة في الحجز وفي جرائم القتل خارج القانون تمشياً مع المعايير الدولية وضمان المحاكمات العادلة وفقاً للمعايير الدولية بما في ذلك كبار المسؤولين في الحكومة. وأوصت بتفعيل صندوق تعويض الضحايا الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في ذلك العام، كما أوصت العديد من الدول الأوروبية الدول بإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين الذين لم يخالط العنف تعبيرهم عن رأيهم السلمي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية والإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المدانين أو المحتجزين لارتكابهم جرائم مرتبطة بالتجمع السلمي وحرية التعبير. كما قدمت الدول توصيات مختلفة متعلقة بالحريات والحقوق وطالبت البحرين بتغيير أسلوب محاكمة الناس على آرائهم واعتقالهم من الاعتصامات السلمية المرخصة بحجة خروجهم على النظام العام والسلم العام، وأوصت بمراجعة قانون التجمع ليسمح بتنظيم مظاهرات سلمية وفقاً لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كالعنف المفرط والإرهاب غير المبرر تجاه المطلوبين وأفراد أسرتهم ولجوء الشرطة إلى سرقة أموالهم ومصادرة حاجياتهم الثمينة وتستخدم أجهزة الدولة وسائل عدة لإخفاء الموقوفين عن محاميهم وتمنع حضورهم التحقيق معهم وتبقيهم في معزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة منذ اعتقالهم حتى محاكمتهم وتعرضهم لأقسى أنواع التعذيب وكذلك تعرض الموقوفين إلى محاكمات غير عادلة لم تستقيم مع أدنى متطلبات قانون الإجراءات الجنائية. ذكرت اللجنة أن البحرين حكمت على المعارضين بأحكام قاسية طالما طلبت بتحسين وضع السجون بسبب ما ذكر عن انعدام الرعاية الصحية ومنع الزيارات والاتصالات ومنع إدخال الاحتياجات الشخصية وضيق الزنازين. وكل تلك الانتهاكات ساقها تقرير السيد بسيوني واستخدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتوصي بوقفها. كما قدمت العديد من الدول توصيات متعلقة بالإعلام خصوصاً حق المعارضة في التخفيف في الرقابة على ظهورها الإعلامي وطالبت بمنحها مساحة مناسبة في وسائل الإعلام وإلغاء قانون الصحافة 2002 وإزالة جميع القيود على حرية الصحافة وإصدار قانون متقدم ليضمن حرية الحصول على المعلومات. وفي الجانب التشريعي طالبت العديد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في العديد من التوصيات بتعديل قوانين محلية لتتوائم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية. يتضمن القانون الوطني وبخاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ما يضمن التزامات البحرين بالمعاهلات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها وطالت الدول بكفالة اتساق التشريع الوطني المتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
طبعا نص التوصية على التوصيات على التوصية بتعديل أي مادة في قانون العقوبات لمنع استخدامه لمقاضاة الأفراد بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات وكفالة اتساق قوانينها مع المعايير الدولية التي أرساها العهد الدولي. فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإسراع بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالاختفاء القسري من أجل إدماج الأحكام المتعلقة بالاختفاء القسري في قانون العقوبات. طبعا صعب أن الواحد يقرأ كلمة واحد شخص آخر. مع أن عندي نزلة برد ونصحوني أروح أشوف الدكتور نبيل تمام. سأحاول أن أقرأ الفقرتين الأخيرتين. وفي مجال التثقيف والتربية والتعليم ورعاية الأسرة وحماية وتمكين المرأة ورعاية الطفولة أوصت الدول العربية والأمريكية الجنوبية بمواصلة دعم الجهود والبرامج والمبادرات الرامية إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة وبذل جهود متواصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نظامها القانوني وضمان مساواة تمتع شعبها بحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات وبرامج في مجال التثقيف بشؤون المواطنة وحقوق الإنسان في ضوء أفضل الممارسات وتكثيف جهود تعزيز التعليم العام وبرامج التوعية والتدريب على المهارات وبخاصة ما يرمي منها إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان في البحرين واتخاذ تدابير أخرى بما فيها تدابير تشريعية لتوسيع نطاق حقوق المرأة والفرص المتاحة لها وتعزيز المساواة بين الجنسين مواصلة اتخاذ التدابير المؤقتة لمنح الجنسية البحرينية لأطفال المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني في انتظار بدء نفاذ مشروع القانون الذي يعدل قانون الجنسية. ننتقل للفقرة الأخيرة. وبشأن الحوار دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خصوصاً الحليفة للبحرين كبريطانيا إلى إشراك مجموعات المعارضة البرلمانية في تنفيذ حوار التوافق الوطني ودعوة المجتمع المدني إلى ذلك ومواصلة التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتعاون القائمين بينهما على أن يكون الحوار الوطني مفتوح وحقيقي وشامل للجميع وفعال بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التطلعات المشروعة لجميع أفراد الشعب والتصدي لشواغلهم بالفعل بطريقة ديمقراطية. وشكراً مع جزيل الشكر إلى الأستاذ تاجر وحقيقاً لوجوده في لندن يعني يحب أنه يوصل إليكم اعتذاره بالنيابة وشكراً.